اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في بث جديد من مصر اللي غادي يجمع بعد قليل المنتخب المغربي بمنتخب البنين اللي حساب ثم نهائي كاس امم افريقيا. للاسف اليوم غادي يكون الجمهور قليل مقارنه بثلاثه الماتشات الاولين بحكم ان جوج جماهير غادرت الاراضي المصريه الكونه مقطعه الي روتور مع الخطوط الملكيه المغربيه في الرحلات المنطمئه، ولكن هذا الشيء اللي كاين فيه البركه ان شاء الله مع الجماهير المصريه اللي كاينه اليوم غادي نازروا الاسود باش نبلغوا الربع النهائي ان شاء الله. ما نطولش عليكم مشاهدينا الكرام، بقوا معنا باش تتابعوا كواليس الماتش قبل واثناء وبعد. مغرب 4-0. انتم مصريين؟ مصريين زملكاوي. احلاويه في وحده. كم تتوقعوا النتيجه؟ 2-0 المغرب. 4-0 المغرب. وان شاء الله اليوم نتمنوا الرباح طبيعه الحال بحكم المنتخب المغربي شويه قوي على بنين، ولكن ما خصناش نتغروا، خصنا نحطوا رجلينا في الارض، نركزوا مزيان في المقابله وان شاء الله يكون خير بحال الادوار الاولانيه ان شاء الله. دوارت اليوم غادي نربحوا ان شاء الله، وكنتمنوا المنتخب الوطني يكون في النهار ديالو ونتصرف جن الزيرو ان شاء الله، ولما لا نمشيو للفينال ونديو اللقب ان شاء الله من مصر ان شاء الله. ان شاء الله يكون مزيان، كنتوقعوا كل خير باذن الله، وحنا جايين نشجعوا من كل قلبنا، وكنتمنوا ان شاء الله يكون الفوز لينا باذن الله. مغرب مغرب فيف فيف لو ماروك. ان شاء الله غيكون الفوز للمغرب ان شاء الله باذن الله، وكنتمنوا الفوز 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 ان شاء الله للمغرب وديما مغرب. نبلغ الشعب المغربي كافة لان عندنا فريق وطني مغربي قادر انه ينتزع اللقب من الدولة المصرية ان شاء الله، وعندنا كامل الثقه كامله في العناصر الوطنيه. استعدينا بالتشجيعات ديالنا بالاهازيج ديالنا بالطبوله ديالنا، وجينا ما غادي يخيبنا الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله الشعب المغربي النهارده يفرح وان شاء الله يتاهل، وان شاء الله نهائي مصري ومغربي باذن الله. الماتش اليوم 3-0، وعقلوا عليا الا ما كانش 3-0 نرجع فحالي انا لمراكش. انا عراقي جاي من العراق، اشجع المنتخب المغربي، اسود الاطلس واسود الرافدين، اسود الرافدين العراق، اسود الاطلس المغرب، وان شاء الله الفوز اليوم للمغرب واخذ البطوله ويرجع المغرب حامل كاس بطوله امم افريقيا. Thank you.
مشاهدينا الكرام، الشوط الاول سالا 0-0 ما بين المنتخب الوطني والمنتخب البنيني. داكشي اللي توقعنا هو اللي كاين. المنتخب البنيني رجع للو 45 دقيقه، المنتخب المغربي خلق بعض الفرص الواضحه ولكن ما لقاش اللي يدخل هذه الشبكه. نشوفوا الجمهور المغربي الراي ديالو في الاداء المنتخب في الشوط الاول. خويا كيفاش جاوك الدراري في الميطال الاول؟ في الشوط الاول جاوني يلعبوا مزيان، ولكن صح بانه راه ضيعوا بزاف ديال الفرص سهله، ولكن يعني ما عندنا ما نخاف، واحد النتيجه باقا 0-0 وباقي شوط اخر. وانا في رايي ديالي خصهم يبداو يلعبوا اكثر دفاعي باش عاود يكونوا عندهم المرتدات اكثر ويستغلوهم في حال دوزيام ميطا ان شاء الله. شكرا خويا، تبارك الله. هذا يعني لسه متوازن زي الماتشات اللي فاتت. الشوط الاول ما بيبقاش فيه هجمات كتير، بس ان شاء الله الشوط الثاني الاداء يتحسن والمغرب تقدر تكسب يعني. وكنا كنتمناو احسن، كنتمناو ان الميطال الاولى مع الجو سخون وكيتسناو يشدوا في الماتش، مي كنتمناو شي مقابله احسن من هذه، لان الفريق الاخر ضعيف. كيف ما عندنا لاش نتسناو حتى الاخر عاد ماركيو.